أحيا الزائرون للمراقد الدينية في قضائي بلد وسامراء في صلاح الدين الزيارة الرجبية في أجواء آمنة ومستقرة بعد أن قامت حكومة المحافظة والقوات الأمنية وضع خطط أمنية وخدمية أسهمت في إنجاح الزيارة. المزيد في تقرير الزميل عبد الجبار مهدي. نجاح أمني حققته القوات الأمنية المشتركة في تأمين وإنجاح زيارة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام بعد استنفرت كافة القطاعات الأمنية لحماية الزائرين الوافدين لصلاح الدين لزيارة العتبات الدينية وتأمين سير الزائرين. في مرقد السيد محمد عليه أفضل الصلاة والسلام انسيابية الزيارة والاتفاق مع القوات الأمنية والإدارة المحلية على توفير كافة الخدمات لتسهيل عملية دخول وخروج الزائرين إلى المرقد الطاهر. الأمانة الخاصة لمرقد السيد محمد تكفلت على أن تكون انسيابية الزيارة والمواكب الحسينية وتوفير كافة الخدمات اللي يحتاجها الزائر القادم من خارج ومن داخل العراق. توافدت أعداد كبيرة من الزائرين من كافة المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط والشمالية والغربية ومن وخاصة من مدينة بلد لتعزية الإمام السيد محمد عليه السلام بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر. وهناك انسيابية عالية لحركة الزائرين وأمن الزائرين، والحمد لله والشكر الزائرين لم يعانوا من الدخول إلى المحافظات إلى سامراء وسيد محمد لزيارة إمامين عسكريين وقضاء بلد زيارة سيد محمد عليه السلام. مستوى الخدمات المقدمة لملايين الزائرين كانت جيدة جدا حسب تأكيدة الزائرين الوافدين من كافة محافظة العراق في وقت أكد أصحاب المواكب تضافر الجهود من أجل إنجاح الزيارة مشيدين في أداء القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين أجواء أمنية مناسبة يتمتع بها كافة الوافدين لصلاح الدين. احنا هسه من الصبح ليهسه يعني احنا هنا بالموكب، والله نقدم يعني اشكال، شي يريد الزائر احنا نقدم له، احنا خدامين لاهل البيت، عمره ان شاء الله بينا ان شاء الله بمواكبنا وان شاء الله نظل مرفوعين الراس. الزياره جميله جدا وما تتوصف، اللهم ربي يجعلنا من زوار آل بيت محمد، من زوار بلده ومن زوار السيد محمد، اقول علي الهادي والحسن العسكري والأئمة كله زين جيد جدا الحمد لله والشكر، تعامل جيد جدا، اللهم ربي يحفظهم ويحفظكم جميع بجاه محمد وآل محمد. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.